خوشي خوشي شي. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد. سوي لك نشي نشولة نشي أول مرة كتشوف فيديو ديالي، ما تنساش كليك على عابوني المستطيل الحمر اللي كاين لتحت، وما تنساش فعل الجرس باش يوصلك جديد الأشكال نوتيفيكاسيون. ما نطورش لكم كشار وخليكم مع الفيديو ديال اليوم. سو السوجي ديال اليوم غيكون مختلف 360 درجة على المواضيع اللي فاشوا. الموضوع ديال اليوم غيكون حساس شوية، لا ماشي شوية بزاف. اليوم غنهضروا على الحب، الحب والحب، وبالخصوص غنهضروا على سان فالنتا. شورق ليا الفرونسي، وي وي جو فرونس بيان لا شوريفال. عيد الحب اللي كيصادف 14 فبراير من كل سنة هو احتفال مسيحي كيخلد الذكرى ديال القسيس فالنتين كما تقول الأسطورة. المهم ما عندنا ما نديرو بالتفاصيل، أما بالنسبة لي أنا بحال العيد الكبير بحال عيد الحب، غير هو الخروف ديال عيد الحب كيكون من نوع خاص. خوش ما خسروش بعضياتنا على قبل الفيديو بالرجولة، راه المهم هو ليسونسييل. ما علينا، حنا اللي كيهمنا هو الشعب المغربي كيحتفل بعيد الحب، واش كاين الحب في المغرب أصلا؟ أجي شنو هو الحب هذا؟ الحب بالنسبه ليا، الحب بالنسبه ليا انا هو بنادم ما يضحكش على بنات الناس، هذا هو الحب الكبير. بنادم ما يضحكش على بنات الناس، هذا هو حيت عنده، حيت عنده خواتاته. اشبارك الله على السي اكسوان اكنوان شاروخان ديال المغرب. ما تديوش عليا اخوكم قديم شويه في الرومانسيه، ميا مات شاروخان اخويا فاشيه المغرب باش شافوا خونا مابقاوش باغين مليار ويجيب لي جوج من الحاجه ودفوع في الطياره. الله طالبين التعادل باغين هو مغربي اسيد، وتا السعوديه راه حبسوا العلاقات مع الخشقشيش. بهذه المناسبه بغيت نقول لهم حنا الاولاد ما بقيناش باغينا روسيه، في اطار حمله باش نتصالحوا من اجل تشجيع المنتوج الوطني. بعد ما شرح لنا الاستاذ المبرز في العلاقات الرومانسيه كشوان اكنوان، اجي نشوف واش المغاربه كيحتفلوا بهذا العجب. السلام عليكم. اولا عيد الحب بالنسبه لي انا هو الانسان يحب الله والوطن ديالو ويحب الوالدين. إريقة وتشيا كتمس مقدسات الدولة وكتهدد الاستقرار الداخلي للمملكة. أمي وكنبغي الفلوس. صافي السي النقاش إلا زدتي شي حاجة غزيد غير شي ورقة حمراء، أصلا أنت معروف عزيز عليك تصايل الكوفرات. وكنبغيكم أنت نتوما. أنت حنا كنبغيوك خاصي في حالك، خاصي في حالك سي سي. الحب مش ماشي غير نهار واحد ديال الحب. الحب خاصو يكون طيلة الحياة وطيلة العمر ديال الإنسان، والحب هو الصحة والهناء وراحة البال. الحاجة باينة فيها مسكينة كانش عندها شي دالية ديال العنب. نقدر نقولها لماما، من غير الماما ما نقدرش نقولها لتا واحد. اللهم قوي إيمانك، ولا لقاي شي أختي غاولها لي. سو أموغو دو ما كوبين جي لام بيان سابيل لاتيفا كوكو أ توا جي تادور بون فيت دي سان فالنتي أ تو الموند. شكحلوش عنيبه، عنيبه في الكحل. قان شدير في الكراشين وتراسي في اللحية، راه لا بغاش كاش بغيك على الأخلاق. كما كنحتفلوا بشحال من حاجه تنحب يعني ساهل اننا نحتفلوا به، ولكن ماشي بالضبط نديروا لو 14 فيفري ولا شي حاجه، ماشي بالضبط نعطيو كادو ولا شي حاجه. هذه من اقوى المزلوط من وحزقان. سون فالونتان ديما كنحتفل به في بلجيكا وهنايا، بلجيكا وهنايا. استاذ بغى يقول لكم باللي كان ساكن في بلجيكا، شكرا على المعلومه القيمه. لا هو هذا الحب كيختلف، هذاك الحب اللي كان بكري كان صادق، هذا شويه الحب فيه شويه زواق، ذاك كان صادق، ولو ما كانوش كيحتفلوا به كان صادق. يعني الراجل اللي حب المرأة حبها بسيط. متفق معك سيدي 1000%. دابا راه 40 عام ولا 39 عام ديال الجواز بيناتكم ديال العشرة. اه ديال الجواز رغباته ولا مشات. ما عمرها كلمة سمعت كلمة كنبغيك 40 عام. ما عمرها سمعتها. إلا ما سمعتها فمك كتسمعها بال. واخا ما كنقولها شوف امرأة كنبغيها بلا خاطر. قولها في العيالات يبغوا يسمعوها. قولها. أي العيالات خصو. بغيت نسمعها من فمك عاد نمشي. هذاك هو الفم اللي ما يقدرش يقولها. ما يقدرش يقولها. شارة صعيبة للسكر قديمة تقول لك هذه الكلمة. اي موت وما يقولهاش لك. هذا الحب ديال شحال هذا، اما الحب ديال دابا كيفاش كتقول شي واحد اللي كتبغيه؟ كنقول له اجي معايا لوطيل. علاش؟ سو خوشي خواش هادشي الفيديو ديال اليوم كيكون سهل. الى عجبك الفيديو ما تنساش تجي من الفيديو تابونا فلاشين وتفعل الجرس باش يوصلك جديد وبارطاجي اوماكس الخوت. راق راق الى اللقاء. Some show, some show.